الأول في الموسم السادس من برنامج نجوم العلوم هو محمد الحوسري من قطر. خالد بوجسوم ومحمد الحوسني مخترعان قطريان اسمهما في البال دائما. شابان قطريان مخترعان وقدوتان من أبناء هذا الوطن نجحا في مجال العلوم. نجوم العلوم برنامج تلفزيوني الواقع التعليمي والترفيهي حققت به قطر قصب السبق، وتفوق اثنان من أبنائها ورفع اسمها الغالي عاليا كما كان دائما. بوجسوم بطل الموسم الرابع في النجوم المتألقة، اخترع أداة طبخ آلية يمكن استخدامها بسهولة ويسر في أي مطبخ. أما الحسني بطل الموسم السادس في تاريخ المسابقة، فهو صاحب اختراع اسمه طاقة تك، وهدفه استغلال الطاقة الشمسية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية من شمس هذا البلد. بوجسوم والحوسني شابان قطريان مبدعان، هما خلاصة تجربة رائدة تحمل اسم الدولة راية خفاقة بين كل الأمم. النادي العلمي القطري عبارة عن مؤسسة أهلية غير ربحية تعني بتعليم العلوم والبحث والابتكار والتكنولوجيا، وتم تأسيسها عام 1987. غاياتنا هنا في النادي العلمي هو تهيئة البيئة والمناخ الملائم للشاب القطري ممارسة هواية التعلم والتكنولوجيا. طبعا النادي قام مؤخرا بالتعاون مع كثير من الشباب القطري ووضع في موقع المسؤولية عشان يقوم دوره في نهضة النادي. احنا حابين نشوف ان الشاب القطري عضو النادي العلمي اليوم يشارك المجتمع، الابتكارات والاختراعات اللي راح يقوم فيها تساهم في المجتمع نفسه. للنادي العلمي إنجازات كبيرة في مشاركات خارجية ومحلية. المبتكرين عندنا شاركوا في معارض عالمية كانت في جنيف أو في الكويت، ومؤخرا شاركوا في المعرضين هذيلا وحققنا المراكز الأولى والميداليات الذهبية عن طريق مخترعين قطريين. في اختراع احنا استفدنا منه مع مثلا هيئة الأشغال العامة، اللي هو الشخص اللي بدل ما كان يكون العامل واقف ويأشر عشان السيارات إذا كان خصوصا هناك في أعمال طرق، اخترعنا رجل هو اللي يقوم بالدور هذا لحماية الأشخاص، ويكون هذا الاختراع آمن للاستخدام. وكمثال على حرص النادي على ربط العلوم والتكنولوجيا بالمتعة، قام النادي مؤخرا بعمل مهرجان اللي هو رياضيات حياتنا. الهدف منه اللي هو نجذب الطلاب ونجذب أعضاء ومنتسبي النادي عن طريق التكنولوجيا ومعدات تم جلبها لربط العلوم الحياتية واليومية بتكنولوجيا وأرقام ورياضيات. فهذا المهرجان حقق جانب من اللي يطمح للنادي واللي هو المتعة في التعلم. فهذا يساعدنا احنا نحط الرؤية بما يتوافق مع رؤية دولة قطر. النادي حاليا يحاول ان يكون جزء يساهم في نجاح هذه الرؤية عن طريق مثلا دعم الابتكار ودعم المبتكرين ودعم البحوث العلمية اللي راح ان شاء الله تحقق الهدف المذكور في رؤية قطر.
المدينة التعليمية مفخرة بكل المعايير وصرح علمي أرسته مؤسسة قطر، مشروع ريادي في المنطقة والعالم. تضم المدينة التعليمية 8 أفرع لجامعات عالمية، بالإضافة إلى جوهرة العقد جامعة حمد بن خليفة التي تعد من الجامعات البحثية الصاعدة المعتمدة على التعاون العلمي مع الجامعات العالمية. المدينة التعليمية والجامعات الموجودة فيها وبعض المرافق، أتوقع هذه فرصة طيبة لجميع الطلاب الموجودين في قطر للاستفادة من هذه المرافق وهذه الجامعات العريقة التي تعتبر من الجامعات العالمية. جامعة حمد بن خليفة هي جامعة بحثية، اهتمام الدولة بقطاع التعليم والمجالات البحثية، فتم إنشاء جامعة حمد بن خليفة التي تعتبر من البرامج اللي عندها برامج متعددة التخصصات، فيها شراكة ما بينها بين بعض الجامعات الشريكة العالمية. جامعة حمد بن خليفة تسعى من موقعها في المدينة التعليمية إلى توفير فرص لا مثيل لها في مجال البحث، تجمع بين الثقافة العربية الغالية ومستحدثات العلم العالمية الثمينة في بناية واحدة. مؤسسة قطر افتتحت الكثير من الجامعات العريقة وخرجت الكثير من الطلبة والطالبات القطريين والقطريات من دفعات متخصصة ومن درجات علمية مثل البكالوريوس في الماجستير، تؤهلهم للحصول على فرص العمل وتحقيق رؤية قطر 2030. المدينة التعليمية بكل فروعها الجامعية تجربة ترقى لمستوى تطلع شباب قطر نحو التألق والتميز والأخلاق السمحة وحب العلم والتعلم. تعليم لمرحلة جديدة، هذا هو الشعار الطموح الذي أطلق منذ سنوات بعيدة. أما اليوم فإن أكثر من 300,000 طالب وطالبة يبذلون الجهد الدؤوب لتحقيق ذلك الشعار النبيل. أكثر من 248 روضة ومدرسة مستقلة للذكور والإناث تتنافس بهمة مع 242 روضة ومدرسة دولية خاصة لتحقيق السبق في التميز وتجسيد الطموح القديم بالريادة في التعليم. أما الهدف الأسمى فهو تخريج طلاب قطريين يمتلكون الفكر النقدي ويبدعون في التعلم والعمل الجماعي واتخاذ القرار السديد. لا شيء أوضح من الأرقام إذا نطقت. رصدت الدولة 26.3 مليار ريال للتعليم في موازنة العام الماضي مثلاً، وتمنح فرصاً تعليمية لأبنائها لا حدود لها في 74 مدرسة عالمية تمولها قسائم تعليمية بمبلغ يساوي 28,000 ريال ليواصلوا النهل من جميع منابع العلم في أنجح التجارب التعليمية العالمية التي تراعي القيم الإسلامية السامية وتروي شغف القطريين للمعرفة والتعلم مدى العمر. Thank you.
جامعة قطر أيقونة التعليم العالي في الدولة ورمز التعليم الأكاديمي الحاصل على الامتياز في مجال الدراسات العليا، صرح تعليمي صنف ضمن أفضل 100 جامعة عربية عام 2015 وفقاً لتقرير مؤسسة كاكارلي سيمونديس عن جامعات المنطقة العربية. خلال العقد الماضي خطت جامعة قطر خطوات كبيرة نحو التميز في جودة التعليم العالي بجامعة قطر، وذلك من أجل النهوض وتحقيق رؤية قطر 2030. جامعة قطر مسيرة من التطور لا تتوقف، وجاء الإعلان عن افتتاح كلية الطب الوطنية ليدعم تحول حلم الريادة في التعليم بالمنطقة إلى حقيقة، فهي ستأخذ بدولة قطر نحو المستقبل بنظام تعليمي متطور مبن بأيدي أبنائه. كلية الطب في جامعة قطر كلية وطنية وتسعى إلى استقطاب الطلبة المتميزين وتبني معايير عالية الجودة فيما يخص التعليم الطبي. يعتبر افتتاح كلية الطب حدث تاريخي ومهم جداً على مستوى الجامعة وعلى مستوى دولة قطر، حيث أن هذه الكلية ستساهم بشكل كبير في بناء أطباء المستقبل وبالذات من الأطباء القطريين لسد الحاجة الشديدة الحالية والمستقبلية في الدولة. جامعة قطر هي مؤسسة وطنية للتعليم العالي، وهي صورة عن الامتياز المنجز في تقديم برامج أكاديمية مشهود لها بالجودة وإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم. شهدت الجامعة قفزات نوعية في مجال التعليم الأكاديمي وفي مجال البحث العلمي، وانعكس هذا على التقدم والتطور الذي حصلت عليه الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية فيما يخص الجامعات. جامعة قطر منارة للتعليم والأبحاث، ستوجه بوصلة أبنائها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتصبح رؤية قطر 2030 حقيقة مرئية يشهدها الناس جميعاً. لا تربي حياكم الله، معاكم أخوكم ناصر مبارك الخليفي رئيس فعالية البدع. مدينة البدع طبعا هي مدينة ساحلية وعلى البحر، واللي ساكنين فيها كلهم هل البحر. طبعا الرزق ياخذونه من الله سبحانه من البحر. أقدم مدينة في قطر واللي سكنها أهل قطر، هذه مدينة البدع، هي قريبة من البحر أو نقول على البحر، وكل أهل قطر يسكنون فيها. طبعا أتكلم عن الزمان الأول، والحين إحنا سمينا مدينتنا أو قريتنا فعاليتنا فعالية البدع. الحين اللي احنا قدمناه في هذه الفعالية وهذه القرية هي قرية مصغرة عن مدينة البدع، البدع الأول والبدع الحين. هذه
هذه قريتنا الصغيرة بحجمها، وكبيرة بفعلها وعملها، وكبيرة بأهلها. بإذن الله راح نقدم لكم كل شيء جديد وكل شيء أفضل إن شاء الله، سنة من سنة يعكس تراث قطر. كل سنة نقدم مسابقة، نقدم فعالية، نحاول إن شاء الله أن نرضي الله سبحانه ثم نرضيكم. اللي احنا راح نقدمه السنة إن شاء الله، عندنا مسابقة راح تكون على المحمل، كل يوم راح يكون عندنا ساعة على الهواء مباشر، وفيها 20 سؤال، كل سؤال 500 ريال. اللي بعدها يبنى السنة محامل اثنينة. راح يكون هذا البرنامج تعليمي تثقيفي ترفيهي في نفس الوقت. محامل اثنينة راح نبطل 10 قطع من المحمل قطعة قطعة، ونخلي عيالنا هم اللي ركبون هذه الأجزاء، أجزاء السفينة، علشان يتعرفون عليها. تخيل نفسك أنك أنت تشوف السفينة من البداية إلين يصنعونها كاملة، يركبونها كاملة، ويصير محمل بإذن الله ويستانسون عليه. المقصد من هذه أن عيالنا يستفيدون. راح تكون الألعاب الشعبية موجودة، عندنا كل الألعاب الشعبية القديمة موجودة، عندنا شد الحبل، عندنا الصد والرد، عندنا ألعاب خفيفة وحلوة ومسلية حق عيالنا. بإذن الله راح أكون موجود طول فترة اليوم الوطني والفعاليات الموجودة، راح أكون وياكم. وأي واحد موجود سواء كان مواطن أو مقيم، يحياكم الله وتفضلوا ويا مرحبا فيكم في مكانكم الثاني البدائي.